في 24 من تشرين الثاني نوفمبر 2019 أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ ترشحه للرئاسة الأمريكية ليكون أغنى رجل يترشح لهذا المنصب حتى الآن. ذكرت تقارير إعلامية أن ثروته بلغت عند ترشحه 52 مليار دولار، لكنها وصلت في يناير كانون الثاني 2020 إلى 60 مليار دولار. ويقول بلومبرغ في إعلانات حملته الانتخابية: أنا صانع الأعمال والقائد وحلال المشاكل، هذه الثلاثة هي ما تتطلبه إعادة إعمار البلاد. ربما يكون بلومبرغ ترشح لأنه وجد فرصة له للفوز، وربما لأنه غير راض عن المرشحين الديمقراطيين الحاليين. فالمرشح الذي بدأ صاحب أكبر حظ في الفوز جو بايدن قدم أداء ضعيفا، كما أن بلومبرغ قد لا يكون راضيا عن المرشحين الوسطيين الآخرين مثل بيت بوديجيتش وإيمي كلوبرشار، فقرر الترشح كمرشح بديل من الوسط ولكن بموارد مالية هائلة. كان بلومبرغ ديمقراطيا طوال حياته، لكنه غير حزبه في عام 2001 ليترشح لمنصب عمدة نيويورك عن الحزب الجمهوري ويفوز بها في عام 2001 وعام 2005، ويغير القانون ليسمح له بالترشح مرة ثالثة ولكن هذه المرة كمستقل. وقد فكر في الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2016 كمستقل أيضا، لكنه عدل عن هذه الفكرة وقرر دعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي كانت فرصها تبدو كبيرة في الفوز بالرئاسة الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي ستاربكس هاورد شولتز فكر في الترشح كمستقل للرئاسة الأمريكية في بداية عام 2019، لكنه عدل عن هذه الفكرة. ويبدو أن بلومبرغ بات مقتنعا بأن الطريق إلى البيت الأبيض لا يكون إلا وفق قواعد اللعبة، أي عبر أحد الحزبين. لم يرحب المرشحون الآخرون بترشح بلومبرغ، خاصة مع صعود اليسار الديمقراطي الذي يعد أثرياء البلاد والشركات الكبرى خصوما سياسيين، فوصفه بعضهم بأنه يحاول شراء أصوات الأمريكيين بالمال وإقناع الناخبين بأن المرشحين الآخرين ضعفاء. وبعض المرشحين جو بايدن بالتحديد قال ليترشح وليجرب ولنرى ما سيحدث، ولكن يبدو أن هناك إجماعا على أنه ترشح في الوقت الضائع. على أجندة بلومبرغ عدة ملفات طالما روج لها في أجندته السياسية، مثل مواجهة التغير المناخي وتطوير التعليم والرعاية الصحية وتقييد اقتناء الأسلحة والمحافظة على البيئة، لكنه من غير الواضح إذا كان سيدعم المقترحات الكبرى لليسار مثل حزمة Green New Deal لمكافحة التغير المناخي وبرنامج الرعاية الصحية للجميع والتعليم الجامعي المجاني. بلومبرغ يمول حملته الانتخابية بنفسه، وهذا يعني أنه لم ولن يشارك في أي مناظرة للحزب الديمقراطي، لأن الحزب يشترط للمشاركة في المناظرات أن يجمع المرشح عددا معينا من المتبرعين. هذا يعني أن بلومبرغ لن يظهر كثيرا إلى جانب المرشحين الديمقراطيين الآخرين، ولذلك اعتمد على الإعلانات المدفوعة على الإنترنت وعلى محطات التلفزة وصرف على ذلك عشرات ملايين الدولارات، لكن صورته لم تظهر كثيرا حتى في إعلاناته المولة على الإنترنت، ولذلك ليس من الواضح كيف سيبني صورة في مخيلة الناخب الأمريكي القادم من خلفية لا يعرف بلومبرغ، ربما ليس من سكان نيويورك وليس عاملا في الاقتصاد ويعرف شبكة بلومبرغ. بدأ بلومبرغ العمل في وول ستريت وقد ترك الشركة التي كان يعمل فيها بعد أن تم الاستحواذ عليها من شركة أخرى، وأخذ حصته وأسس شركة بلومبرغ التي بدأت بغرفة وتحولت إلى شركة عملاقة متعددة الجنسيات. كان من أهم المنتجات التي كون بها ثروته محطات بلومبرغ، وهي أجهزة كمبيوتر بشكل غريب فضائي تظهر معلومات وبيانات اقتصادية مثل الموجودة في قاعات البورصات وفي البنوك. وبحلول عام 1990 كان بلومبرغ قد ركب 8000 محطة وبدأ بإنشاء خدمات بلومبرغ نيوز وبلومبرغ للرسائل وبلومبرغ للتجارة. ومما يثير الاهتمام أن شبكة بلومبرغ لا تنقل أخبار مايكل بلومبرغ توخيا للمهنية، وأنها لا تدرجه حتى في قائمة المليارديرات الخاصة ببلومبرغ توخيا للمهنية أيضا. شهدت فترة توليه منصب عمدة نيويورك انخفاضا في معدل الجريمة، لكنها شهدت أيضا سياسة ستوب أند فريسك التي منحت الشرطة صلاحية إيقاف أي شخص وتفتيشه. هذه الصلاحية استغلت في الإساءة إلى شرائح عديدة مثل السود واللاتينيين. بلومبرغ اعتذر لاحقا عن هذه السياسة وقال إنه لم يكن يفهمها في ذلك الحين، لكن أثر هذه السياسة ما زال موجودا حتى الآن.
حظر بلومبرغ التدخين في الأماكن العامة، كما حظر بيع عبوات الصودا كبيرة الحجم، وهذا قرار غريب ليس مفهوما حتى الآن. وإذا لم يكن من الممكن شراء صودا كبيرة الحجم، يمكن شراء عبوتين صغيرة أو ثلاث عبوات. اتخذ أيضا قرارات أفادت القطاع العقاري، لكنها أساءت لشرائح فقيرة من سكان نيويورك. تبرع بلومبرغ لجامعته السابقة جونز هوبكنز $800 مليون، كما أطلق منتدى بلومبرغ العالمي للأعمال، وهو اجتماع اقتصادي رفيع المستوى يعقد سنويا في نيويورك ويجمع سياسيين واقتصاديين. كانت عائلة كلينتون تستضيف مثل هذا الاجتماع سنويا حتى ترشحت هيلاري كلينتون للرئاسة، وبالتالي أخذ بلومبرغ زمام تنفيذ هذه المبادرة. ليس بلومبرغ صديقا لدونالد ترامب حاليا، رغم أنهما من المدينة نفسها، لكنهما يعرفان بعضهما بالتأكيد. فقد ظهر بلومبرغ في برنامج دونالد ترامب السابق The Apprentice لمرتين، كما لعب معه الجولف وشارك معه في بناء ملعب جولف تابع لشركة ترامب، ترامب أورغنيزيشن. وربما تكون الصداقة بينهما انتهت بعد إلقاء بلومبرغ خطابا في المؤتمر العام الديمقراطي في عام 2016 قبل وصول ترامب للرئاسة، حين قال إن ترامب لديه سجل حافل بالإفلاس وآلاف القضايا في المحاكم والمستثمرين الغاضبين والمتعاقدين والزبائن المخدوعين، واتهمه بأنه نصاب. وحين أعلن بلومبرغ ترشحه قال ترامب: لا أظن أنه سيقدم أداء جيدا، ولكنني لن أمانع ذلك، فإنه خصمي المفضل. الآن نأتي إلى سؤال: هل يستطيع ملياردير شراء الرئاسة الأمريكية؟ والجواب ببساطة: لا. تاريخيا كان الكثير من المرشحين لمنصب الرئاسة يملكون تمويلا كبيرا لحملاتهم الانتخابية، لكن كثيرا منهم فشلوا في الحصول على بطاقة الترشح عن أحزابهم ولم يتمكنوا من الوصول حتى إلى الانتخابات. أيضا هناك عدة عوائق أمام وصول بلومبرغ إلى الرئاسة الأمريكية، ومن أهمها علاقته بمؤسسة الحزب الديمقراطي، فقد ترشح في السابق لمنصب عمدة نيويورك مرتين كجمهوري ومرة كمستقل، ولذلك ليست هناك علاقة وثيقة بينه وبين الحزب الديمقراطي سوى تبرعاته السخية. أيضا عامل الأقليات عامل مهم لأي مرشح ديمقراطي، وبلومبرغ لديه علاقات سيئة مع الناخبين السود واللاتينيين في نيويورك، خاصة بسبب سياسة ستوب أند فريسك التي منحت السلطة صلاحية كبيرة استغلت في إزعاج هاتين الشريحتين، وصف على إثرها بلومبرغ بأنه صديق للشرطة، وهذا المصطلح يمثل نسبيا الجهة المقابلة لنشطاء الحقوق المدنية. والحقيقة أن الفئة التي صوتت لبلومبرغ في نيويورك تشبه الفئة التي صوتت لدونالد ترامب، فإذا وضعنا الديمقراطيين الأغنياء جانبا، فقد صوت لبلومبرغ أيضا ناخبون جمهوريون يؤيدون سياسة ستوب أند فريسك، وهاتان الفئتان أي أغنياء الديمقراطيين والناخبون الجمهوريون في نيويورك ليسا مؤثرين في المعسكر الديمقراطي. لذلك يفترض محللون أن من السهولة بمكان لجو بايدن مثلا أن يهزم بلومبرغ لامتلاكه قاعدة أفضل بين السود واللاتينيين. وأضيف أيضا أن اليسار والوسط الديمقراطي سيستغلان سجل بلومبرغ مع جهاز الشرطة لتدميره. من ناحية أخرى، من القضايا الرئيسية التي يهتم بها بلومبرغ التغير المناخي، والشريحة الرئيسية التي تحمل هذا الملف هم شباب اليسار الديمقراطي الذين يدعمون بيرني ساندرز بشدة. بعض أفراد هذه الفئة سيكون ممتنا لتبني بلومبرغ لسياسة مكافحة التغير المناخي، ولكنه سيصوت في الوقت نفسه لبيرني ساندرز. الأخطر من ذلك بالنسبة لبلومبرغ الخطاب المعارض للمليارديرات، مثلا نجم الشباب الديمقراطيين بيرني ساندرز يرى أن الأمريكان لا يستطيعون تحمل وجود طبقة من المليارديرات والحرب الدائرة بين طمع وفساد هؤلاء وبين مصالح العمال والكادحين وعائلاتهم. وتشاركه بهذا الرأي إليزابيث وارن والسياسيون اليساريون الناشئون في الحزب الديمقراطي، وأقصد هنا السكواد، الديمقراطيات اللامعات الأربعة ألكساندريا كاسيو كورتيز وأيانا بريسلي وإلهان عمر ورشيد طليب. ترشيح مايكل بلومبرغ بالنسبة لعدد من المحللين حرم مرشحين ديمقراطيين آخرين من تمويل كان سيبرزهم إلى السطح، وربما يمنحهم فرصة بالفوز ببطاقة الترشيح مثل كوري بوكر. تاريخيا لم يكن تأييد القاعدة التصويتية للحزب الديمقراطي بهذه القوة من قبل. معظم الديمقراطيين يقولون أنهم يحبون جو بايدن، وهؤلاء أكثر من الذين يقولون إنهم سيصوتون له. كثير من الديمقراطيين أيضا يحبون بيرني ساندرز، وكثير منهم يحبون بيت بوديجيتش، وأكثر منهم يحبون إليزابيث وارن،
وإيمي كلوبشار، لكن النخبة الممثلة بقيادة الحزب الديمقراطي ومموليها عندما تنظر إلى المشهد ترى أن ساندرز وورن يساريين أكثر من اللازم، وترى أن جو بايدن مسن أكثر من اللازم. ونتذكر هنا أن ثلاثة من أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي عمرهم 70 عاما فما فوق، وأن مايكل بلومبرغ رابعهم عمره 77 عاما. أخيرا ملف حساس آخر يخص بلومبرغ الذي رعى برنامج تجسس ومراقبة المسلمين في نيويورك سيء السمعة الذي استمر لسنوات طويلة. في إطار هذا البرنامج أنشأت شرطة نيويورك قاعدة بيانات ضخمة تضم معلومات عن المطاعم التي يرتادها المسلمون والمحلات التي يزورونها والمساجد والشركات التي يعملون فيها دون وجود أي دليل على تورط أي منهم في نشاط مخالف للقانون، فقط لانتمائهم الديني. كما نشرت مخبرين بزي مدني في أحياء المدينة التي تقطنها أغلبية مسلمة، سجلوا أحاديث المرة وقدموا للشرطة تقارير يومية حول ما شاهدوه وما سمعوه من المسلمين. بل هناك قصص عن إيقاع بعض المخبرين لمسلمين في فخ الإرهاب من خلال إقناعهم ثم إلباسهم التهمة. مصادر هذه القصص موجودة والتحقق منها متروك للمتابعين. كشفت هذا البرنامج وكالة أسوشيتد بريس في سلسلة نشرت عام 2014 حصلت على جائزة بوليتزر برايس للصحافة. سأحاول الحديث بتوسع عن هذا البرنامج في فيديو لاحق. هذا البرنامج ترك أثرا سيئا في نفوس مسلمي نيويورك والولايات المتحدة بشكل عام، وشرخا بين عدد منهم وبين جهاز الشرطة. لذلك زادت مخاوفهم عندما أعلن بلومبرغ ترشحها للرئاسة من احتمال فوزه بها. في النهاية تكمن الفرصة الأكبر لبلومبرغ حسب بعض المحللين في أن يخسر المرشحون الوسطيون أول مرحلتين في انتخابات التصفية الأولية لمرشحي الحزب الديمقراطي لصالح المرشحين اليساريين، أي أن يخسر جو بايدن وإيمي كلوبشار وبيت بوديجيتش لصالح بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، ليظل هو المرشح الأكثر منطقية بين المرشحين الوسطيين. تشير استطلاعات الرأي حاليا إلى امتلاكه فرصة 13% للفوز ببطاقة الترشح من الحزب الديمقراطي، ويتوقع محللون أن يصل إنفاقه على الحملة الانتخابية إلى $1 مليار لن تضره عند خسارته ماديا. شكرا للمتابعة.